حصل طلاق مبكر، ايه اسبابه؟ ما احنا نعرف عشان اذا عرف السبب بطل، خلاص نلغي الاسباب فتحصل حل المشكله. يحصل طلاق مبكر لما يبقى مفيش مسؤوليه، عدم تحمل مسؤوليه، كارثه. واحد اتكالي، زوج اتكالي ساب الدنيا على زوجته، هي اللي شغاله وهي اللي عامله وهي اللي كذا، او واحده اتكاليه هو اللي بيجي. اقسم بالله انا اعرف زوج بيتصل بيها ميعاد الدواء، قلت لها هو زوجك بيتصل بيك عشان ميعاد الدواء بتاعك؟ قالت لي لا عشان الاولاد. قلت لها طب وانت مش عارفه ميعاد الدواء؟ قالت لي ساعات بنسى وهو كده. طب اوكي، يتصل بيها إيه طلعي دلوقتي قدامي بس ساعه عشان اجي انا اللي هعمل معرفش ايه، وطلعي من الفريزر عشان يلحق فك. طب الشيت بتسوي انت يا الحرمه في البيت يعني؟ لا ما هو كده يعني. جميل ان الراجل يشارك وجميل ان زوج، بس مش كل حاجه. يا تبقى اتكاليه هي تماما معتمده عليها، وما تيجي تعمل لها مش عارفه مين تيجي تنظف لها، زوجها يجي يعملها ما تعملش. لا غلط. والنوع ده موجود دلوقتي بحكم الوضع والافكار اللي بتحط في قلب البنات. او يبقى هو زوج اتكالي، ساب روحي انت، روحي بقى روحي شوفي اهل، ما فيش والله خلي اهلك يجيبوا لك، انزلي انت اعملي الصرافي. غلط. عدم تحمل مسؤوليه يؤدي لطلاق مبكر. الرقم 2 ما فيش توافق. مش فاهمني ولا انا فاهماه، بنحاول نقرب وجهات النظر، بنحاول لك مش متوافقين مع بعض، هو في اتجاه وفي كوكب وانا في كوكب ابعد ما يكون، ما اكتشفوش الكوكب بتاعي لسه. فطبعا عدم التوافق، ما فيش حوار سليم، ما فيش لا ما فيش اداره حوار. احنا ما بنيجي نقول، وده السبب رقم 3، بنيجي نقول مشاكل في التواصل. الاتصال ما فيش مشاكل، الو ازيك يا فلان انا موجود شكرا، ده الاتصال. التواصل تحاور، ما بنعرفش نتحاور مع بعض صح. كل مشكله بتقلب بغم، كل مشكله بتقلب بخناق، ما فيش لغه تفاهم بيني وما بينه اصلها، ان ما فيش تواصل. احنا عندنا نقص في الكلام ده، ولازم نعترف بالكلام ده. ايه الحل؟ ان احنا نتعلم. احنا قلنا بقى في الحلقات ارجعوا بقى، امتى ردوا، امتى اتكلموا، امتى اقول، امتى الجمله المناسبه، الحوار المناسب، ارجعوا الحلقات. رابع سبب ممكن يكون للطلاق المبكر، العلاقات الاخرى. مش عايزين نتكلم بقى في الكلام عشان الواحد بيتعب من الكلام. كل ما نيجي نتكلم عن خيانات، إيه بستبدل علاقه بعلاقه، يا سيدي ماليش خيانات، ناس محترمه زي الفل، صحابه، شغله، إيه اي حاجه، لكن مش زوجته، مش بيته، مش اولويه. انا شفت بيوت اجانب، يعني مش كل الاجانب كده، ولكن شفت بيوت ناس اجانب يعني، إيه يقول لك الاهل رقم واحد، إيه العائله كل شيء، هي 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 الاساس. بالمعنى الايجابي على فكره، مش بمعنى السلبي. لكن ان تبقى زوجتك واولادك هم في السبنسه ولا رقم 10 والكلام ده، ده مش صح. والزوجه بتحس والاولاد بيحسوا، ولما هم يحسوا ان هم رقم واحد في حياتك، او هم اولويه، بلاش الترتيب ده عشان الترتيب ده برضه مش صح، هم اولويه في حياتك، انت هتكون اولويه لما هم يكبروا. ما هي بتبقى كده، المعادله بتبقى كده. خامس سبب، وده معظم، وده السبب تقريبا المنتشر في معظم البيوت، المشاكل الماليه. ان تيجي مثلا ما فيش اكل، ما فيش لبس، الشتاء جه ومش جايب للعيال، ما فيش حذاء، ما اعرفش بالشكل الفلاني. فنقطه رقم 5 دي مهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ورجعوا الحلقه اللي احنا قلنا فيها الظرف رقم 0، حلقه الميزانيه اتكلمنا عليها، وقلنا ازاي انظم الامور. اطلع ادي الصادرات، ده ظرف، ادي اللي جاي لي. الظرف رقم 0 ده بقتطع، بدخر قبل ما اصرف، ان شاء الله ولا يكون 100 جنيه مش مشكله، حطها في قلب ظرف. ودي تبقى التحسينات، الكماليات اطلعها لو عندي في الشهر، يبقى شهر اعمل تحسينات وكمان تحسينات، يعني حاجات في البيت عايزه تتصلح او تتعدل، او تحسينات الولد عايز كرسي في اليوس، عايز كرسي في الانجليزي، قهوه وهكذا. ده دي برده من ضمن الميزانيه، بتتعمل لا اما كل شهر يا اما كل 3 شهور. بنزل اجيب مش كل حاجه، معايا لسته للمجايب، ما نطلعش بره اللسته عشان نزلت وتدفع الكريدت كل حاجه باظت خلاص. معايا لسته بالحاجات. الامر الجميل برضو ان انا بتنزل على الحاجات اللي هي الحاجات المعمره، الحاجات اللي بتحتاج مثلا المسحوق، الغسيل، حاجات اللي خاصه بموضوع مثلا التخزين، الزيت، السوق، الحاجات دي بنجيبها في عروض، ما تجيبوها في سيل نازل او عرض، خد 2 واكسب 3 كده يعني. ده مهم.